بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نفس المثال، شبيه جدا بالمثال السابق اللي كتبناه، ولكن بدون عملية الانبوت. والغرض هنا أن راح نشوف كيف تنفيذ البرنامج هذا في برنامج جيليت، حتى نشوف كيف تشتغل الميموري، كيف عملية الإسناد هذه لما نسند الفيريبل لنفسه، كيف تتم العملية هذه في الجافا. زين، طبعا انا شلت الانبوت، عمليه الانبوت اللي كانت موجوده حتى ما نتلخبط شوي لما نشوف الميموري، لان لو كانت في عمليه الانبوت ممكن تلخبطك شوي في الميموري هنا، فلذلك شلتها. طيب، الان نسوي كومبايل، الان جاهز للتنفيذ، خلونا نبدا ننفذ. زين، طبعا بدل ما اننا نسوي انبوت راح بدل ما نقرا فاليو حقت فال، القيمه حقت فال، راح احنا نسندها بانفسنا. فاذا الان عرفنا فال وأسندنا له قيمة 20، هذه القيمة 20 اللي هي literal value. زين، هو يسميها constant، أنا أفضل أسميها، هي فعليا يسمونها literals حتى ما نلخبط بينها وبين الكونستنتس اللي هي الفاينل اللي راح نشوفها إن شاء الله في درس مستقبلي. طيب، فنسوي step. الآن حطينا 20 في val، بعدين جينا وطبعنا القيمة هذه، أخذنا نسخة منها وطبعناها، سوينا عملية قراءة للفال، هنا قرينا الفال واعطيناها البرنتلن حتى تطبعها. زين، الان هنا راح نسوي عمليتين في الفال، راح نقرا قيمه الفال نزيد عليها واحد بعدين نخزنها فيها. فاذا هنا هذا الفال، تخيل هذا المكان في الميموري زي ما قلنا المكان نفسه ثابت ما نسوي فيه اي شيء، راح ناخذ قيمته اللي هي 20، راح نحطها هنا في مكان الاكسبريشن المؤقت، نحسب قيمه الاكسبريشن اللي 20 زائد 1 تطلع لنا 21، بعدين نقوم نرجع القيمه هنا. فاذا ناخذ نسخه من القيمه، نسوي عليه العمليه بعدين نرجعها مره ثانيه بعد زيادتها. خلينا نشوف كيف. هذه اخذنا النسخه 20 بعدين اضفنا عليها العدد 1. زين، لاحظوا الى الان ما تغيرت قيمه فال، اضفنا العدد 1 مضبوط، وجبنا العدد 1 كليترال، ثم بعد ذلك اخذنا النتيجه. الان النتيجه هي 21، نروح نرجع القيمه هذه مره اخرى في الفاريبل فال، غيرنا الان قيمته. اذا لاحظ انه الرايت هاند سايد، ذا رايت هاند سايد بالنسبه للاساينمنت ما غير قيمه الفال، هنا قرينا قيمه الفال، اخذنا نسخه منها كانت 20، اخذنا نسخه منها، ارجع بالفيديو اذا كنت تبغى تشوف. زين، اخذنا نسخه منها اضفنا عليها واحد صارت القيمه 21. بعد كذا لما جينا الليفت هاند سايد ننفذ، الليفت هاند سايد تكتب في المكان، فالمكان هو شو فال اللي هو هذا، هو نفس المكان اللي قرينا منه، فرحنا وغيرنا قيمته. زين، فاذا كنت انت تتساءل كيف تتم العمليه هذه، الجواب هو انه فيه مكان في الميموري، زين، مكان مؤقت لعمليات الحسابات هذه، وفعليا يكون في المعالج، مضبوط، قلنا انه هذا ستاك الموجود في الرام، هذا المكان يكون في المعالج حتى يسوي العمليات بشكل مؤقت، مضبوط. فاذا اخذنا القيمه مره ثانيه نشوف الحين راح نطبع القيمه، لاحظ ان القراءه ناخذ نسخه نفس الشيء، مره ثانيه خلينا نشوف العمليه كيف تتم، ناخذ نسخه من الواحد من الـ من الـ 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 21 تروح لمكان المعالج اللي حسب فيها الاكسبريشنز. زين، يقوم يضيف عليها رقم 1 يطلع لنا 22. الى الان ما تغيرت قيمه فال اللي موجوده في ميموري في ستاك. زين، الى الان ما تغيرت قيمه الفاريبل حقنا فال، نروح نرجع قيمه 22 نحطها في الفاريبل فال. زين، مره ثالثه خلينا نشوف العمليه مره ثالثه، اخذنا نسخه من هنا طبعا طبعناها، ناخذ نسخه لعملية القراءة نزيد عليها واحد. زين، قرينا الآن صارت القيمة 23 القيمة الجديدة، نرمي خلاص أخذنا القيمة هذه نحطها في فال ونرمي الإكسبريشن. زين، ونقوم بعملية الطباعة، مضبوط، وبذلك انتهى ختمنا تنفيذ البرنامج. واضح، خلوا نجرب نعدل، يعني خلوا يعني مو بالقضية فقط عملية الجمع، نقدر نقول مثلا نقدر هنا نكتب فال، يعني في امكانيات كثيره، نقدر نقول فال زائدا او فال مثلا جيتس فال في فال، مضبوط، يعني تربيع فال في فال. زين، بعد كذا نقول فال جيتس فال في فال في فال، وهنا نقول فال جيتس فال في فال في فال، كل مرة نزيد مرة في فال. زين، طيب هنا انتبه ناحية مهمة جدا جدا جدا،
يعني أنا تعمدت إني أكتب هذه حتى تكون عملية تركي شوي، يعني فيها تريك، فيها خدعة شوي. زين، لاحظ إنك خلو شيء نحفظ، مضبوط، راح ننفذ ونشوف وش التريك اللي موجودة والخدعة. زين، لاحظ إن هنا وش تتوقع عندك كيف النتيجة؟ فكر، وقف الفيديو شوي وفكر وش راح تكون النتيجة هنا. بمعنى، خلو عيد السؤال يعني مرة ثانية، يعني هنا ربعنا قيمة بال، هنا سوينا لا أس ثلاثة، هنا سوينا أس أربعة. أس أربعة معنى تضرب في نفسها أربع مرات، زين، أس ثلاثة تضرب في نفسها ثلاث مرات، زين. فهل فعليا قيمة بال النهائية اللي هنا آخر قيمة هي راح تصير ذال اللي هي هذه 20 أس أربعة؟ هل فعلا راح تصير كذا ولا لا؟ هذا السؤال، اسأل نفسك السؤال هذا. طيب، إذا كان وجدت إجابة، خلينا نشوف إذا كانت إجابتك صحيحة ولا لا. خلينا ننفذ البرنامج ونشوف كم تطلع الإجابة. لكن خلينا نستخدم قيمة بسيطة حتى أن ما نتلخبط، خلينا نستخدم قيمة 2 عشان يسهل عليك في مخك أنك تحسبها، 2 تربيع و2 تكعيب، كذا يعني يسهل. طبعا خلوا أكتب القيم، يعني إذا كان فعلا هذا هو اللي راح يصير، 2 تربيع هو 4، زين، و2 تكعيب هو 8، زين، و2 أس 4 هو 16. 2 في 2 في 2 في 2، مضبوط. هل فعلا راح يعطينا، هل فعلا راح يطبع لنا هنا 4، راح يطبع لنا هنا 8، راح يطبع لنا هنا 16 ولا لا؟ خلونا نسوي كومبايل. سوينا كومبايل، الآن خلونا نبدأ ننفذ، شوف كيف راح تكون عملية التنفيذ. زين، طبعا هذه بداية التنفيذ ما تهمنا، يهمنا من انه لما يبدأ، لاحظ دائما يبدأ التنفيذ من مين، يهمنا انه لما يبدأ هنا. فال اخذ قيمة 2، هذه واضحة، حجزنا المكان، سوينا declaration، بعدين سوينا definition، وحددنا data type. طب الآن طبعنا 2، زين، الآن فال راح ياخذ قيمة 2 في 2 اللي هي 2 تربيع اللي تساوي 4. لاحظوا، اخذنا نسختين من نفس القيمة، نفس القيمة فال أخذنا منها نسختين 2، وأخذنا 2 مرة ثانية، قلنا 2 في 2 تساوي 4، بعدين حسبنا النتيجة 2 في 2 تساوي 4، نجي نحضع النسخة مرة ثانية في فال، صارت الآن فال 4. زين، نجي نطبع القيمة 4. السؤال الآن، إيش راح يصير هنا؟ زين، هل فعلا راح يصير 2 في 2 في 2؟ لا طبعا، واضح جدا أن فال الآن صارت قيمة 4، راح تصير 4 في 4 في 4، مضبوط. فخلوا نشوف، نقول 4 في 4 في 4 في 4 يساوي 16. حسب لنا اول شيء عملية الضرب الاولى، طبعا الافضلية بما ان عمليتين ضرب تكون الافضلية للايسر ثم الايمن، زي اللي يجعل اليسار اول هو اللي له الافضلية. فحسبنا الاولى 16، بعد كذا اخذ القيمة 16 وراح ضرب لنا في 4 مرة ثانية، كل شوي ياخذ نسخة من الباب، زين، وطلع النتيجة 64. لما انتهى قام الآن أخذ نسخة من ال 64 وحطها في فال، الآن صارت الفال قيمة فال 64. فإذا ما راح يطبع لنا 8 فعليا، راح يطبع لنا 64 اللي هي 2 أس 6، زين، فراح يطبع لنا 2 أس 6، واضح؟ طيب، الآن نكمل العملية. طيب، الآن نكمل العملية. الآن جينا مرة ثانية، في عندنا عملية ضرب، هذه نبدأ باللي صار أول ثم بعد ذلك اللي بعده ثم اللي بعده. فإذا نضرب فال في فال هنا، الثنتين هذولي، طبعا فال قيمة 64، فنأخذ 64 و64، مضبوط، نضربها مرة ثانية تطلع لنا القيمة 4096. زين، بعد كذا الآن أخذنا ناتج هذا، نجي نضربه في الفال مرة ثانية، فناخذ الناتج، ناخذ 64 اللي عندنا قيمة الفال، ثم نضرب مرة ثانية يطلع لنا عدد كبير. طبعا كل ما لها الأعداد تكبر. أخذنا الآن قيمة الثلاث هذولي، عملية الضرب الثلاث هذولي اللي هي 262144، نضربها في قيمة فال اللي هي 64، فناخذ نسخة الآن من قيمة فال، وهذه أخذنا نسخة من قيمة فال، زين، وبالتالي الحين خلصنا الإكسبريشن كامل
حسبنا قيمة الاكسبريشن كامل اللي هي 16 مليون و777 ألف و216. نأخذ القيمة هذه الآن ونخزنها مرة ثانية في val. زين، أخذنا القيمة خزناها في val. طبعا القيمة كبيرة مرة، في يعني شوي صارت تحوس الوضع هنا. نجي نطبع القيمة، عندنا طبعناها وانتهى التنفيذ. فإذا انتبه هنا أنه البرمجة على العكس، خصوصا الشخص اللي جاي تكون أنت يعني دارس رياضيات فترة طويلة، يعني مثلا في المتوسط والثانوي كذا، ومتعود دائما يعني أنه هنا هذه تساوي هذه في هذه، وهذه تساوي هذه في هذه. يعني هنا مية عملية تساوي هذه، عملية إسناد. انتبه للنقطة هذه، فذلك عملية الإسناد مهمة جدا. وهنا عندنا ميموري نحتفظ فيها في القيمة، فأول شيء بدينا باثنين وحطيناه في الميموري، بعدين ضربنا وهكذا، ورجع شوف الفيديو مرة ثانية. زين، فإذا لو عطيتك المثال هذا مثلا وقلت لك وش راح يكون الناتج في المثال هذا، راح تتلخبط شوي. طيب النقطة الأخيرة اللي نبغى شو اسمه نكمل فيها، خلونا الآن ننهي بس عملية التنفيذ. النقطة الأخيرة اللي نبغى نتحدث عنها نقطة سهلة جدا، وهي أنه بإمكانك لما خلونا نشيل الكلام هذا حتى ما نتلخبط. بإمكانك لما تجي مثلا، نرجع لبداية مثالنا اللي بدينا منه، كان val زائدا واحد. زين، بإمكانك أن تكتب هذه بطريقة مختصرة إذا كنت بتجمع على الفيريبل نفسه، بمعنى val يساوي نفسه زائدا واحد. فبدل ما تقول أنه يساوي نفسه زائدا واحد، تشيل val هنا وتشيل اللي يساوي هذه وتضعها هنا. واضح؟ فهذا أوبريتور يجمع مع نفسه، مع يأخذ قيمته يزيد عليها واحد ويجمع. خلونا نشوف، خلونا ننفذ ونشوف كيف تتم العملية هذه. يعني فقط هي نفس العملية سويناها، هي نفسها val تساوي val زائدا واحد. زين، خلونا نكتبها ككومنت هنا عشان ما ننسى. val gets val زائدا واحد، كتبناها ككومنت. زين، فهي نفسها، بس اللهم ان بما ان نجمع الفاريبل، بنجمع الفاريبل مع نفسه، ناخذ نفسه زائدا واحد، نجي نختصر العمليه نقول زائد يساوي واحد. زين، قد تكون غريبه نوعا ما، لكن هذه يعني مستخدمه. خلونا نسرع شوي عمليه ال شو اسمه التنفيذ حتى نصل للمكان اللي نبغاه. فحجزنا الفال، حطينا فيها 2، طبعناها. الآن جينا أخذنا، لاحظ أنه أخذ قيمة فال 2. زين، وبعد كذا أخذ قيمة الواحد. زين، جمعهم مع بعض طلعنا قيمة 3، وقام حطها في فال مرة ثانية. زين، فإذا الطريقة هذه، الصيغة هذه هي نفسها الصيغة هذه. واضح؟ إذا طيب نسمي الأوبريتور هذا، أو الأوبريتور هذا عبارة عن assignment operator اللي هو plus equals، عبارة عن assignment operator. فيه تستطيع أنك تقول مثلا plus، تستطيع أنك تقول مثلا بدل البلس ضرب، بمعنى أنه أضرب val في نفسه. زين، فهذا كأنك تقول val gets val في، أو تقسم مثلا إذا بغيت تقسم، وهكذا. فإذا هذا الأوبريتور هذه مجموعة من الأوبريتورز. طبعا بعضها ما أخذناها إلى الآن، لكن هذه الملخص للأوبريتورز اللي موجودة في جافا. شفنا الأوبريتور ضرب يساوي، فهذه هذا الأوبريتورز حقت الأسايمنت، في يساوي، في ضرب، جمع يساوي، طرح يساوي، ضرب يساوي، قسمة يساوي. زين، أو قسمة gets. هذه كلها أسايمنت. هذا الأسايمنت اللي شفناه كثير،
هذه إذا كنت بتسوي تستخدم الـ variable نفسه. فيه كذلك فيه الجمع والطرح هنا operators. في operators الباقي إن شاء الله راح ناخذها مستقبل، operators الضرب والقسمة وبقي وباقي القسمة إن شاء الله مستقبلا راح ناخذ operators ثانية. في طريقة ثالثة أيضا عشان نقول val يساوي val زائدا واحد، فقط هي للجمع والطرح فقط ولا تستخدم لأي شيء ثاني، ودائما زائد واحد، وهي أنك تقول val plus plus. فval plus plus معناها val تساوي val زائدا واحد، خذ قيمة val وزدها بواحد، مضبوط. أو إذا قلنا val minus minus فمعناها هو كالتالي، كأنك كاتب الكلام هذا val gets val ناقص واحد. زين، خلونا ننفذ ونشوف التنفيذ بشكل سريع. خلونا نسرع العملية شوي بس حتى نوصل للمكان اللي نبغاه. فالفال قيمتها 2، بعدين طبعنا القيمة، جينا هنا الآن زادت القيمة 3، لاحظتوا زادت القيمة 3، زين طلع لي بلس بلس بعدين حط لي القيمة 3، مضبوط. فهذه حسبة، يعني تسوي الحسبة بشكل سريع، فقط تزيد واحد أو تنقص واحد، هذه مهمة الأوبريتورز هذا ولي بلس بلس ماينس ماينس. زين، خلونا نشوف الماينس ماينس. لاحظ هنا رقم المنطقة هذه كيف راح يصير لما ننفذ الماينس ماينس، راح ينقص القيمة فتطلع 2. زين، لاحظ سو ماينس ماينس طلعت القيمة 2 بدون ما يحسب expressions بدون شيء، هذه عملية زيادة واحد وتنقيص واحد بشكل سريع، فقط زيادة واحد وناقص زائد واحد وناقص واحد فقط لا غير. زين، ما يمكن تسوي زائد 2، ما يمكن تبغى تسوي زائد 2 يعني بشكل مختصر تقدر تسوي زي ما شفنا. خلونا نروح الإديت، إذا بغيت زائد 2 أو زائد 3 مثلا تقول value تسوي value زائد 2 تقول plus gets 2. زين، أو زائد 3 نفس الشيء زائد 3، لكن فقط الواحد عندك ثلاث طرق، إما أنك الطريقة اللي على اليمين هنا هذه الطريقة هذه تزيد عليها واحد الفاليو حقة الفاريبل، أو الطريقة الثانية أنك تقول بلس كيتس 1، أو الطريقة الثالثة أنك تقول بلس بلس. زين، زائد واحد وناقص واحد. طيب هذا ننهي الدرس هذا.